السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الفيلا اللي كتباع في مدينة وجدة في حي الرابع بوجدة. هاد الفيلا هادي فيها 397 متر مربع، المساحة اللي مبنية 300 متر مربع، فيها مسبح وجردة، فيها 6 ديال البيوت، 5 ديال الحمامات، مطبخ، جوج ديال الصالونات كبارين وجوج ديال السيجور، بالإضافة للكراج اللي كبير على حسب جوج ديال السيارات كما كتشوفوا معنا هنايا أو أكثر. جاية في واحد البلاصة مزيانة بزاف، بلاصة موقع هادئ وكالم. هادي لاكويزين كما كتشوفوا معنا كبيرة ما شاء الله، إيكيبي وقريبة على جميع المرافق. فيها ثلاثة ديال لي نيفو، دابا كنا في سوسول يعني لاكاف، ودابا غادي نشوفو الريتشوسي والبروميير ايطاج. فينيسيون مزيانة بزاف هاد الفيلا هادي. الا كنتو مهتمين بعد العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بالرقم اللي كيبان لكم اسفل الشاشة، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع اقامة ايمن في الريتشوسي مدينة الناظور. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه سواء في مدينة وجدة او لا في مدينة بركان، السعيدية، الناظور، الحسيمة، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الرقم وان شاء الله نتكلفوا لكم بالبيع ديال العقار ديالكم. هنايا الصالون كبير ما شاء الله، اي حاجة واخدة حقها في هاد الفيلا حيت المساحة كبيرة بزاف، حتى لي سال دو بان كبارين. فينيسيون مزيانة بزاف، هنا لا شومبر كبيرة ما شاء الله، وعندها شراجم على البيسين. دابا غادي نشوفو البروميير ايطاج. ما تنساوش ايضا تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabies.com، غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا اللي كاينين في اليوتيوب وحتى العروض اللي ما كاينينش في اليوتيوب. حيت كاين شي عروض ما سعفناش لحد باش نديرو لهم فيديو ويتحطوا في اليوتيوب، فكاينين عندنا غير في لي سيت ويب ديالنا حتى في لاباج فيسبوك ديالنا اللي هي اجونسز عربي. هادي لا تيغاس كاينه الفوق، كتطلع على لا بيسين مباشره، تيغاس كبيره. الثمن ديال هاد الفيلا هادي هو 340 مليون سنتيم قابله للتفاوض. كنشكروا كاع الناس اللي كيتبعونا في الفيديوهات ديالنا كاملين، كنشوفوا التعليقات ديالكم وكنحاولوا نردوا عليكم ما امكن، وكنهتموا بزاف بالملاحظات ديالكم، كنحاولوا نطوروا من نفوسنا نهار بعد نهار ان شاء الله. فكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم للفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله عما قارب. شكرا لكم مره اخرى.